النجم يلي ملوش ملكة مثل ما بيقولوا رامز جلال ومقالبه. تبينت ردود الأفعال على برنامج رامز جلال من الآخر، يعني باسم البرنامج رامز جاب من الآخر على السوشيال ميديا، واختصرناها لكم في هدول الرأيين. مشعل أحمد حكى رامز جلال هو أفضل مقدم برامج مقالب على مر التاريخ والتاريخ شاهد. أما في الرأي الثاني كان زي ما رد على مشعل حسام، وأنتوا طبعا أحسن ناس تصدق التمثيل ده. يعني نرجع لحتى نحكي بتفاصيل هذا الموضوع ونطرح السؤال، ليه البرامج المقالب بينقسم حولها الجمهور برأيين لا ثالث لهما؟ يعني أستاذ طارق إيش رأيك في الموضوع؟ هقول لك لأنه هناك أيضا حاجتين متناقضتين. الأولى، هل الفنان عارف؟ وشفنا فنانين بيطلعوا في البرامج ويقولوا أيوة كان متفق معنا، وآخرين يقولوا إطلاقا فوجئنا. فتصور أنه هذا الجدل هل الفنان يعرف أو لا يعرف، ده بيثير تساؤل. وبالتالي إذا الفنان يعرف، طب إيه الفرق بين الحاجتين؟ إذا الفنان بيعرف يبقى أنت بتعمل تمثيلية، بتعمل أداء مش بتعمل حقيقة، قيمة وقوة البرنامج في الحقيقة، وده اللي بيخليهم يحرصوا على التأكيد على أن هذا البرنامج حقيقة وليس مقلب. المقلب يعني أنا بعمل فيك مقلب أنت ما تعرفش، لكن مش مقلب للجمهور. يعني إذا هذا البرنامج الجمهور شاكك في أنها حقيقة بيفقد قوته، وعشان كده دايما بيبقى مصداقية البرنامج بتأتي وقوة مشاهدته وكثافة المشاهدة. أعتقد أن رامز السنة دي غير شوية، يعني خلى أنه البدايات أنك أنت عارف أنه رامز، مش مقلب هل هو أنك تفاجأ في الآخر أنه رامز، لا. فأوريدي أصبحت ورقة اللعب بورقة تعالى برنامج وما تعرفش أنه رامز انتهت بعد يمكن 10 أو 11 عام عمره طويل. صح، التغيير الحالة لصالح رامز جلال. طب وصالح هذا البرنامج انه ادى مساحة اكبر انك تصدق ان ده موقف حقيقي، وهو ده اللي ينجح البرنامج. يعني باختصار انت شايف انه تجربة رامز في رامز جاب من الاخر افضل من تجاربه السابقة في هذا الوقت؟ مظبوط، السنة دي افضل لانه قفل ورقة هل الضيف يعرف ولا لا، لانه لا الضيف يعرف انه رامز فعلا. يعني من الاول التعاقد هو لما كلموه في إدارة البرنامج قالوا له تعالى رامز هيستضيفك كويس، صح. ممكن فصار واضح وصريح يعني ما يعرفهاش.